بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت قلت لحضراتكم قبل كده إن اللي يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة بعد كل صلاة أو دبر كل صلاة يدخل الله سبحانه وتعالى الجنة بغير سابقة حساب ولا عتاب. النهاردة سنقول منقبة جديدة عظيمة جدا لسبحان الله وبحمده. روى الإمام النووي في كتابه كتاب التهذيب الأسماء واللغات، وايضا الامام الحافظ جلال الدين السيوطي في الدور المنثور. طبعا انا اتكلمت عن كتاب الدور المنثور كثيرا قبل ذلك. موقوفا على كعب الاحبار، كعب الاحبار من كبار علماء التابعين، اسلم في زمن سيدنا عمر بن الخطاب، وكان اعلم العلماء من اعلم علماء اهل الكتاب بكتب اهل الكتاب. ولما تفتحش كتاب تفسير ابن كثير او القرطبي او الطبري او غيره لا، بتلاقي اقوال لكعب الاحبار في تفسير القران. شوف كعب الاحبار بيقول ايه. كعب الاحبار بيقول: من قال سبحان الله وبحمده 3 مرات بنى الله له ثلاثة مدائن في الجنة، في كل مدينة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني ربنا بيبني لك، لما تقول سبحان الله وبحمده 3 مرات ربنا بيبني لك 3 مدائن في الجنه. كل مدينه، طبعا مدينه في الجنه مش معناها زي مدينه في الدنيا، يعني مش زي مدينه الاسكندريه ولا مدينه القاهره، ولا ده مدينه في الجنه مساحتها هتبقى قد مساحه الكره الارضيه كلها، الاف او عشرات الالوف او مئات الالوف او ربما ملايين المرات قد الكره الارضيه. وهقول لحضراتكم حديث اخر ان شاء الله في درس اخر يقوي هذا الحديث برضه في نفس الكتب دي من طريق اخر. بدليل ان سيدنا سليمان لما سمع واحد وهو راكب على، تعرفين سيدنا سليمان كان عنده كان بيركب الريح، فهو طاير سمع واحد من المزارعين في الارض يقول سبحان الذي اعطى وهب سليمان ملكا لم يعطيه الاحد او لم يبغي الاحد من بعد، فنزل له مخصوص. قال له: انت قلت كده؟ قال له: اه قلت كده. قال له: ثواب تسبيحه واحده افضل بكتير من كل الملك اللي ربنا ادهولي في الجنه. انت عارفين ان سيدنا سليمان حكم نصف الكره الارضيه وكان عنده قصور من ذهب. تخيل الفضل العظيم سبحان الله وبحمده. انا يعني قلت لكم ان سبحان الله وبحمده ان الواحده منها افضل من انك تنفق جبل ذهب في سبيل الله. الحديث ده صححه الامام الالباني. طب اللي ينفق جبل ذهب زي جبل احد وزنه 45 مليار طن، يعني 45 الف كيلو ذهب، يبقى ثواب قد ايه؟ عشان ما حدش يستكثر فضل الله سبحانه وتعالى. هشوف الثواب العظيم. يبقى انت لو قلت سبحان الله وبحمده 100 مره ربنا يبني لك 100 مدينه في الجنة، كل مدينة الكرة الأرضية كلها لا تساوي شيئا بالنسبة لهذه المدينة. يا ريت نستحضر هذا الثواب، وإياكم أن تستكثروا فضل الله سبحانه وتعالى. استحضروا هذا الثواب وأنتم تقولوا هذه الأذكار، وهذا يكون حافزا على الزيادة من هذا الذكر. قولوا قولي هذا، استغفر الله.